أنا سئلت مرة من المرات عن قضية الطعام في القرآن، كنا يوم تمر عن الأعجاز وسألوني فقالوا الطعام اليوم أصبح فيه كثير من الاكتشافات والأمور المهمة، ف أين هو في كتاب الله؟ أين هو في كتاب الله؟ فقالوا مثلا كون الطعام وجبتين في اليوم، وهذا المفضل، وأن تكون إحداهما صباحية والأخرى مسائية، هذا في بريطانيا دائما هكذا وجباتهم. فقلت نعم، هذه وجبات أهل الجنة كما قال الله تعالى: لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. فقالوا طيب الفاكهة أيضا مع التركيز عليها تقدم نعم، وأيضا حتى اللحوم الحمراء فيها زيادة الكوليسترول. قلت القرآن ما ذكر اللحوم الحمراء لأهل الجنة، بل ذكر لحم طير مما يشتهون، البيضاء. نعم، طيب هذا الشيخ، هذا المشكلة فيه أنه يقع فيه التوسع، فيحمل كتاب الله على ما قد يتغير غدا أو بعد غد، يعني هذا القول بأن الوجبتين مثلا هما المناسبتان في اليوم. لا، هذه طعام أهل الجنة، نحن ما قلنا هما المناسبتان الآن إذا اكتشفوا ذلك، لكن هذا طعام أهل الجنة قطعا من نص القرآن. لا يمكن أن يأتي أحد ويقول بل المقصود بالعشية الظهيرة والمقصود بالغداة وقت آخر، هذا صريح. طيب شيخنا، أنا وجدت في الإنترنت البارح وأنا أبحث عشرات المواقع تتحدث عن الإعجاز العلمي في الكتاب المقدس، يبدو أن القوم عندهم نفس السالفة التي عندنا. نعم طبعا عندهم، وعند ولا ينكر ذلك عليهم، كيف يكون لا ينكر ذلك عليهم لهم، لكن نحن لدينا ما هو قاض على الكتاب المقدس وما هو مهيمن عليه، وهذا الكتاب مصدق لما بين يديه من الحق، ما كان من الحق في ما أنزل من على الرسل من قبلنا، فنحن نصدق به. ويبقى هل الموجود الآن لديهم فيه شيء من الكتاب المقدس سواء في الإنجيل أو في التوراة؟ نعم، نحن نؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى، ونؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، لكن ما بأيدي الناس هل هو من ذلك أم لا. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم.